حددت الحكومة شروط وكيفيات ممارسة نشاط تصنيع المركبات في الجزائر، فأهم الشروط الخاصة للحصول على رخصة: طلب الحصول على الرخصة المؤقتة ودفتر الشروط من قبل الشخص المؤهل قانوناً، بطاقة التعهد المرفقة بالمرسوم ونسخة من القانون الأساسي للشركة، دراسة تقنية واقتصادية للمشروع، تقديم تقديرات رقمية على مدى 3 سنوات من الاستغلال، الحصول على الرخصة المؤقتة من طرف وزير الصناعة، تكوين لجنة تقنية لدى وزير الصناعة تحرص على متابعة طلبات المستثمرين. تحدد صلاحية الرخصة المؤقتة لمدة لا تتجاوز 36 شهراً ابتداء من تاريخ تسليمها. يمكن تمديد الأجال لمدة لا تتجاوز 12 شهراً بطلب من المعني. الحصول على الاعتماد النهائي يسبقه زيارات ميدانية لموقع النشاط، متابعة مدى التزام المستثمر لدفتر الشروط. الشروط الخاصة بالإدماج: يشترط نسبة إدماج لا تقل عن 30% عند بداية النشاط، 35% في السنة الثالثة، 40% في السنة الرابعة، 50% في السنة الخامسة. أهم الشروط الخاصة بالمستثمر الجزائري: امتلاك رأس مال خاص لا يقل عن 30% من القيمة الإجمالية للاستثمار، القدرة على الوفاء بالديون بالأموال الخاصة والضمانات العينية. أهم الشروط الخاصة بالمستثمر الأجنبي: أن يكون فاعلاً دولياً من الدرجة الأولى في المجال، نقل مهاراته التكنولوجية، المساهمة برأس مال خاص في تمويل المشروع عند انطلاقه بما لا يقل عن 30% من القيمة الإجمالية للاستثمار. أهم الشروط المطلوبة في حال الشراكة مع المستثمر الأجنبي: حصر كل تمويل بنكي عند 40% من تكلفة المشروع. هذا ويستثنى من هذه الأحكام المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي لمؤسسة الجيش.